بتقول ان احنا قفلنا مجمع التحرير ده مش حقيقي. احنا عمرنا حتى من يوم ما نزلنا ميدان التحرير ما فكرنا ان احنا نقفل اي مؤسسه. بالعكس يوم ما تعرض المتحف المصري لهجوم وحراميه كنا احنا اللي واقفين بنحمي المتحف، كنا ضد ان تتسرق الاثار بتاعتنا. احنا طول الوقت بنحافظ على المؤسسات بتاعتنا ان احنا لانها ملكنا، ملك الشعب. المجمع ما اتقفلش، الناس مع الوقت هي اللي قررت تعمل اضراب من نفسها حتى بدون دعوه للاضراب، انها ما تنزلش تروح شغلها. وغير ان احنا ما ننساش ان كان في حظر تجوال اول يوم بدا لحد الساعه 3 وبعد كده امتد لحد الساعه 6، يعني في الاسبوع الاولاني كان الحظر تجوال لحد الساعه 3، فالموظفين من نفسهم بداوا يقلقوا ان هم ينزلوا عشان مش هيلحقوا ان هم يروحوا عشان حظر تجوال. لكن لم يحدث ان الثوار او المعارضين وقفوا قفلوا اي مؤسسه في الدوله. الاول الامور كلها كانت مضطربه، ما كنتيش ممكن تستمر لانك تسيب البورصه مفتوحه ولا البنوك، وما دام قفلنا البنوك لازم البورصه تقفل. وقعدت البنوك صحيح قافله فتره اقل شويه من البورصه، لكن البورصه خدت بعض الوقت لان كان من المخاطر انك تفتحيها. الناس كانت طبعا حاسه ان في ثوره مش عارفه هتنتهي على ايه، هل هتنتهي بشكل سلمي، هل هتنقلب الى شكل عنيف، فكان في ردود افعال مختلفه. وفكره البورصه مقفوله طبعا ده نتج عنها خسائر هائله لغايه الفتره القصوى اللي ما تقدرش تقفل بعدها، والا تتشطب من البورصات العالميه، الاندكس بتاع البورصات العالميه. فطبعا تسببت في خسائر كبيره جدا للمستثمرين، خصوصا الناس اللي مشتريه من الخارج. لكن ما كانش عندنا يعني انا عايز اقول مش بايدك، يعني دي ثوره. التحرير من المواقف الواحد مش قادر ينساها، من يعني كثير منها قوي، يعني كيف ان السيده ام ابراهيم، ودي كانت ست تعدي 60 سنه، كانت شغاله نضرجيه للثوار. الست ام ابراهيم دي كانت بتروح عند عبد المنعم رياض وتبص تقول من هنا جاي مش عارف كام بلطجي، من هنا جاي كذا، من هنا جاي كذا. الست دي كانت بتتعرض لحدف طوبه، وكانت بتتعرض لاشياء. احنا يعني في بعض الناس وكثير من الناس كانت بتخاف تهوب ناحية الجبهة المشتعلة عند المتحف يعني، ودي كانت بتروح عند عبد المنعم رياض وبتروح عندهم وبترجع تاني. دي حاجات عمر ما انساها، عمر ما انسى حتى شكل راجل ايديه اتقطعت من ضرب الرصاص او خرطوش، اثر فينا كلنا. اللي ما نزلش نزل عشان خاطر المشاهد دي. كان في موقف من المواقف الصعبة جدا اللي عمري ما هكون بنساها، وهي انه كان في ولد كان قاعد جنبي في الصينية اللي هي عند المجمع. الكلام ده كان يوم 28، وكان غالبا على الساعة 2 الظهر حاجة كده يعني. وبعدين احنا قاعدين عمالين بنتكلم وعمالين بنتكلم على البلد واللي بيحصل، وان احنا مش هنمشي غير لما يكون بيتحقق مطالبنا. وبعدين فجأة ما لقيتهوش، فجأة لقيته وقع. فببص على وشه لقيت انه كان في رصاصة هنا جت عليه، ووشه كله ابتدى يكون دم. فانا عمالة صحي وعمالة اقول له لا ما تموتش ما تموتش، يعني كنت حاسة ساعتها ان هو اخويا، يعني كنت حاسة انه يعني مش اول مرة اشوفه، ولكن كنت حاسة ان هو حد قريب مني او انا كنت اعرفه. احد المواقف ايضا اللي كانت في المستشفى الميداني اللي هو كان الشاب اللي كان دخل على المستشفى الميداني ويحمل في يده احد يعني المصابين وهو مليء بالدم، وكذلك كان الدم يغطي جسده. وعندما اقترب من الاطباء يعني وضع الشاب على الارض وقال ايه شوفوه شوفوه، ثم بعد ذلك يعني غاب في غيبوبه. فاحد الاطباء وسام عبد الرحمن خالد ديب ذهب اليه وبدا يمسح الدم عن يديه حتى وصل الى ساعده فوجده ايه مسيحي. فعندما افاق ساله ايه كيف حال الشاب يعني، فقال له الشاب للاسف اصيب باصابه مباشره في القلب. انا اسعدني جدا لما لقيت الناس اتجوزت في الثوره، حد لابس فستان
بنت جميله في فستان ابيض وعارسها جايين يحتفلوا باسقاط هذا النظام المستبد الفاسد، دي حاجات عمري ما انساها. انا اللي صاحب البيت عايش بدون لف، ولما مره شكيت ادوني بالجزمه. ستيج اللي هو الرئيسي اللي كان بيتعمل الاذاعه الرئيسيه ساعتين في اليوم، وكنا بنعمل برنامج فني من خلال المطربين بتوعنا اللي كانوا موجودين داخل الميدان، كانوا بيشاركوا معانا من خلال هذا البرنامج الفني عن طريق مجموعه من الاغنيات او مشهد تمثيلي. كذلك برضو عملنا الشعراء رابطه فنان الثوره، خدنا لهم ستيج برضو وعملنا يوم كامل سميناه عكاظ الثوره، يعني كنوع من انواع يعني الشعر المفتوح. فكان طول هذا اليوم كان الشعراء بياتهم ويقولوا شعر، وكان شيء جميل. احنا بنينا البلد دي بايدنا ونحافظ عليها في وقت الشده والاحزان، بمصر امننا وامان ذكرها ربنا بالقران في وقت الشده والاحزان. فأول لوحة عملناها وتصورت، يمكن فضائيات كلها صورتها، كانت كلمة ارحل كتبناها بعلب الكشري، وكتبناها ببقايا أكواب الشاي اللي ما كانش معانا يعني نحن نشتري مواد غالية، فكنا بنكتبها بالأحجار اللي موجودة، كانت من بقايا موقعة الجمل، فكنا بنجمع هذه الأحجار ونكتب بها كلمة ارحل على الأرض.